محمد السفري يحاول تقدم تسديدة الله يأتي الهدف الأول الآن للأهلي تسديدة من أجمل ما يكون صعبة تماما التسديدة الماضية عادة سريعة وفرحة بالتأكيد بعض الشيء داخلية فيها بصيص من الفرحة لفهد بن خالد وعبد العزيز اللي عنده كأن الكرة ستكون ضائشة ولكن لاحظ بالإعادة كرة لا ترى يا الله بالإعادة حتى بالإعادة لا ترى مثل هذه الكرة تسديدة صعبة تماما من محمد السبري والله حارس المرمى لو حاول 100 مرة معها لو سبع حراس في المرمى لا أعتقد أن هذه الكرة لا تصد أبدا في كناية على قوة الكرة الماضية وعلى بالفعل تركيز حاضر في الكرة الماضية نظرات قبل الكرة تحدثنا هل هي نظرات تحمل بعدها ابتسامة نعم كانت ابتسامة